السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكوكيز براونيز بالشوكولات المر، فيه حبة افوكا وفيه جوج بيضات وفيه شوفان غادي نطحنو. كاين كاكاو المر بدون سكر، شوكولات المر بدون سكر، كاين سكر ستيفيا، ممكن يعني نديرو بلاصتو العسل، جوج معالق عسل او دبس التمر، واحد خميرة الحلوى ما كاينش فيها الدهون ما فيها لا زيت لا زبدة. هادو هما المقادير اللي كيهتم بالاكل الصحي. ما تنسوش ديروا اشتراك وتعليق يعني محفز واعجاب، يعني هاد اللايك هو اللي كيخلي اليوتيوب انها تقترح الفيديو على ناس اخرين يشوفوه. كنطحن الشوفان بحال هكا، كنخلي بالنخاله ديالو. بعد ما طحنت الشوفان كيطحن بسرعه، ما كيديش بزاف ديال الوقت، كنخلي بالنخاله ديالو ما كان نغربلوش. كناخد واحد الإناء نخلط فيه هاد الأفوكا هادي، كناخد هاد الحبة ديال الأفوكا كنديرها كلها، كنضيف ليها اللي بغى يدير شويه كيدير غير نص ديال الحبه ديال الافوكا، واحد البيضه، نص ديال الكميه. نختار واحد الافوكا تكون طيبه شويه، هاد الكوكيز هذا ما فيهش لا زبده لا زيت، نكتفيو بهذا الدهن اللي كاين في الحبه ديال الافوكا. من بعد كنضيف الكاكاو المر بدون سكر، هذا كاكاو خام، شوكولاتة غبراء خام. كنخلط هاد العناصر كلهم، من بعد كنخلط هاد العناصر على هادي او مورينيكس. من بعد كنطحنها حتى كيولي ناعم، كنضيفو ليه سكر ستيفيا او 4 ملاعق عسل او 4 ملاعق دبس التمر او سكر ستيفيا، واللي كيستعمل السكر عادي ممكن يستعمل نصف كأس ديال السكر عادي او على حسب الذوق، كل واحد الذوق اللي كيبغي الحاجه تكون حلوه بزاف اللي كياكل حلو مره. هذا الشكل ديال هذا الخليط ديال الافوكا والبيض والكاكاو، كيولي الشكل ديالو ناعم بحال هكا، كيولي بحال شي كريم. من بعد كناخد واحد الاناء كنعاود نوضو فيه باش نعجنو فيه مع بقيه العناصر او المقادير ديال كوكيز. الشكل ديالو يعني زوين صحي، ممكن نستعملو حتى كدهن للخبز الصحي. هاد الافوكا مع الكاكاو بوحدو، نخلطنا الافوكا مع الكاكاو والسكر، ممكن نستعملو كدهن. من غير بيض طبعا، يكون غير الافوكا مع الكاكاو مع السكر او السكر ديال الريجيم او العسل او دبس التمر مع شويه الحليب،
ممكن ندير فيها دهن بالخبز. هذا هو الشكل ديال هذا الخليط. هذا اذا كنضيف ليه الشوفان كنخلط شويه بشويه. الشوفان طبعا يعني غليت لي النخاله ديالو ما غربلتوش باش نستافدوا من العناصر اللي فيه والالياف اللي فيه. الشوفان صحي ومشبع، تقدر تاكل واحد القطعه وكتحس بالشبع ما كتاكلش بزاف. ماشي بحال الدقيق في المصنع كتاكل تعاود يدير لك الشوع. هذا لا، حتى كنحصلوا على واحد العجينه متماسكه وكنحبسوا. ندير فيه شكل ديال الكوكيز، كندير ليه الشوكولاته المر في داخل القطع، نقطعو قطع صغار وكنديرو ليه في الداخل ديالو. هذا تقريبا الربع ديال ربع 250 غرام ديال الشوفان. دابا راه كيتجمع، كنخليه شويه كيرتاح لانه من بعد راه كيتجمع، مازال واحد 10 دقائق كنخليه كنلقاوه راه جمد كيتجمع. واحد الخمارة ديال الحلوى، كلشي تقريبا الربع ديال الشوفان كاين 50 غرام، جوج بيضات، حبه ديال الافوكا، وثلاثه ديال الملاعق ديال الكاكاو المر او اربعه حسب الذوق، ممكن ندير غير جوج حسب الذوق. من بعد كناخذ هاد الشوكولاته، هذا المر شوكولاته نواغ المر بدون سكر، 80% سواء 80% كاكاو او 100% علاش لا، وكنرميه فيه. يعني دوك الحبيبات الصغار تيكون فيهم غير 60% كاكاو، تيكون فيهم من الافضل ناخذو 80% كاكاو او 100% كاكاو وكنرمي في هاد الحلوى هادي. عفوا، هذا هو الشكل ديال القطع اللي قطعت ديال الشوكولات دخلتهم، وكنشوف هذا الربع 250 غرام، الا مازال خاصني كنزيد ليه واحد الكاس كنخلطهم بحال هذا الشكل تيكون فيه في الداخل ديال الصباقي شويه. غادي نزيد ليه شويه تقريبا ربع كاس، خلينا نشوف كتماسك كتولي واحد العجينه يعني كنشكلو فيها غريبه، شكل ديال الكوكيز غريبه. تقريبا كنضيف ليه كاس كامل، 250 غرام زائد كاس، وكنخليه يرتاح 5 دقائق وكنشكلو. هذا هو الشكل ديال العجين، كنضيفو الدقيق الشوفان حتى كنحصلو على عجين بحال هذا الشكل. هذا من بعد هي الشكل ديالها جمدات، كناخد واحد الطاوة كندير ليها واحد الورق ديال السودا وكنشكل الكوكيز على يعني الشكل اللي ممكن صغير او كبير بحال هكا. تنقع هكذا حتى كنكمل هاد الكمية كلها هي. على هاد الشكل كندهن يديا بشوية ديال الماء. مستمرة هكذا
حتى كنكمل على الكيمياء كلها. هادي غادي نعاوديها حاجة نبيعهم يكون بحال بحال. كنستمر هكذا دي بشمية قطيرة ديال يمكن نحسو بالقطع ديال الشوكولاتة اللي فيها هما. كنضغطو عليه شوية باش يطيب ندخلو الطياب مزيان. كنستمر هكذا بهاد الطريقة هادي. إلا كان سميتو الحشم ديالو ماشي هو هداك كنقص شوية باش يكونو بحال بحال هكا. هذه هي الطاوة ديالي وهذا هو الكوكيز. دابا ندي الفران ان شاء الله باش يطيب. تقريبا خرج ليا فيه 20 حبة وخمسة اخرين هي 25 حبة اللي خرجوا ليا فيه. هذا هو الكوكيز من بعد ما طاب. دابا غادي نزينو بالشوكولاتة. هذا هو الكوكيز غادي نزينو بالشوكولاتة بهذا الشكل هذا. كنستمر حتى كنكمل هاد الكيمياء كلشي بحال هاد الشكل هذا. هذا هو الشكل ديالها. الشوكولاتة المر والكاكاو المر مع الشوفان مع افوكا. من بعد ما تنكمل هاد الكوكيز هذا كندير ليه الشوكولاتة تبقى هكا حتى كيجمد هكا. تنبقى نزينو بالخطوط ديال الشوكولاتة. تنبقى هكا تنزينها بخطوط رقاق كتزينها هكا كنكمل. كنستمر هكا في التزيين. الحلوة هادي ديال الكوكيز ديال الناس اللي كيديرو شي من الحيمية والناس اللي سيلياكيين ما تياكلوش المواد اللي فيها الجلوتين. وصافي سالينا مع هاد الكوكيز هذا هاد الشكل ديالها. نستفاد دابا بهاد الإناء. هدا هو الشكل ديالها رائعة جدا. هذا هو الشكل ديال الكوكيز. شكرا على المتابعة وحسن المشاهدة. نهاية الفيديو ديالنا. الفيديو آخر إن شاء الله بحول الله تعالى.